الجميع واسعد الله صباحكم بكل خير. نحييكم في هذا السباق وفي هذا المهرجان المميز مهرجان السلامة. نقول يا مرحبا ومسهلا بكل الحاضرين وأهنئ جميع الفائزين اليوم ونقول ألف ألف مبروك لكل اللي تنومسوا. وبالحقيقة الكل متنومس اليوم بهذه الفرحة وهذه المبادرة الطيبة وهذا المهرجان الطيب. ونقول الله يجمعنا على طاعته اليوم ودوم. في البداية مرحبا بكم في مهرجان السلامة وذلك بمناسبة سلامة سعادة الشيخ حمد بن جاسم بن فيصل آل ثاني رئيس اللجنة المنظمة لسباقات الهجن. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يلبسه ثوب الصحة والعافية. نرحب بجميع المتواجدين من سعادة شيوخ وأبناء قبائل. في البداية الترحيب بسعادة الشيخ جاسم بن سعود آل ثاني وكذلك الترحيب بسعادة الشيخ سعود بن فهد بن عبد العزيز آل ثاني أحد الداعمين لهذا المهرجان. الترحيب أيضا بسعادة الشيخ سعود بن أحمد آل ثاني فمرحبا بالجميع. الترحيب أيضا بكل الحاضرين بكل المتواجدين بكل الداعمين. في البداية نشكر جميع الإخوان الداعمين والقائمين على مهرجان السلامة والذي يعتبر مبادرة وفاء من أبناء الشحانية إلى رئيس اللجنة المنظمة لسباقات الهجن والذي يعتبر الأب الروحي لرياضة الآباء والأجداد بعد مروره بوعكة صحية وشفائه منها والحمد لله على سلامته. نشكر سعادة الشيخ سعود بن فهد بن عبد العزيز آل ثاني وكذلك نشكر الشبل الصغير سعادة الشيخ فهد بن سعود بن فهد بن عبد العزيز آل ثاني على دعمه لمهرجان السلامة بخمس سيارات فيها سيارتين كروزر بيك اب الأشواط الرئيسية وكذلك كل الشكر لمؤسسة الأصايل ممثلة في السيد سعود بن جابر بن حسين البريدي المري على دعمه بسيارة لهذا المهرجان. وأيضا كل الشكر للسيد سلطان بن وسام الهاجري على دعمه بسيارة. الشكر أيضا للسيد سعيد بن عبيد بن رشدان المري على دعمه للمهرجان بسيارة. لختام هذا المهرجان الذي رصدت له جوائز عينية ضخمة عبارة وأسفرت التبرعات عن 8 سيارات وكذلك مبالغ نقدية قيمة. الآن نأتي مع تكريم الفائزين ويتفضل المبتكر حمد بن علي بن جرحم بتسليم الفائزين الدروع وكذلك الرموز. تفضل مشكورا المبتكر حمد بن علي بن جرحم. نحييه أبو علي يستاهل التحية. تكريم الفائزين الشوط الأول الرئيسي مفتوح. الجائزة عبارة عن كروزر بيك أب الديبة أحمد بن علي السبيعي مع الضم الحمد بن محمد بن جرحم. حمد بن محمد الجرحم الديبة. إذن تعديل الديبة مالكها حمد بن محمد بن جرحم. الديبة صاحبة الشوط الرئيسي مالكها حمد بن محمد بن جرحم. ألف ألف مبروك. ومخيط بن خزينة يقدم سيف. مشكور يا أبو سالم. حي أبو سالم. حي أبو سالم تحية. السيف موجود. هذا هو السيف. بيض الله وجهك يا أبو سالم. يستاهل بن جرحم. ألف مبروك. محمد بن جرحم كذلك نضمنها. الشوط الثاني الشوط الرئيسي المفتوح كروزر بيك اب الفائز ايضا احمد بن علي السبيعي مع نضم حمد بن محمد بن جرحم. يستاهل يستاهل الدار. الأشواط الرئيسية اليوم تغادر برفقة هذا المضمر. نتمنى له التوفيق دائما وأبدا. من جد وجد ومن زرع حصد. ألف مبروك. الشوط الثالث الرئيسي كار إنتاج يعتبر الشوط الأول للإنتاج. الفائز من المركز الأول راهية لسعيد بن علي مشارب المري. ألف مبروك. واسمعها
وشارب في شوط الإنتاج مع المضمر سعيد معالي مشارك. الشوط الرابع خاص بالقعدان شوط رئيسي إنتاج، الفائز بالمركز الأول الغزال مبارك بن عبد الله بن سمران، ألف مبروك. تفضل السيد بسم المعالي بن سمران استلام رمز الشوط. ألف مبروك. ألف مبروك فوز الغزال بشوط الإنتاج القعدان، ألف مبروك. الشوط الخامس خاص بالكار والمركز الأول مع راهية زاهية لمحمد بن حمد الدعبة، ألف مبروك زاهية. إذا الناموس لمالك زاهية محمد بن حمد الدعبة، ألف مبروك. الشوط السادس خاص بالقعدان الفائز بالمركز الأول شاهين لسعيد بن سالم بن مسعود، ألف مبروك من ناموس. الشوط السابع للبكار وقبل ان اعلن نتيجه الشوط السابع نوه للاخوه الفائزين، نرجو للاخوه الفائزين بالسيارات والرموز عدم المغادره بعد التسليم اساس ناخذ معكم لقاءات في موقع الابرقه. اتمنى من الاخوان التواجد لقاءات سريعه راح تطلع اليوم ان شاء الله نهنيهم ونشاركهم فرحتهم. نقول الشوط السابع خاص بالبكار اللي فازت ظن الجابر بن علي بن جرحه، بل مبروك. الشوط السابع ظن جابر بعلي بن جرحب. باقي عندنا شوط الختام الشوط الثامن والرابع في ترتيب القعدان اللي فاز بالشوط الثامن درب لمحمد بن جرحب بن درب الفريدي، يستاهلون كل الفائزين. ألف مبروك كل الفائزين اليوم، كل اليوم فائزين هذا الاجتماع.
الطيب. نشكر حقيقة الأخوان في مهرجان السلام على كل ما قدموا. نهني كل الفائزين حقيقة، وكلنا اليوم فائزين. اليوم أبشركم كلكم فائزين لهذا المهرجان، وللأمانة هذا المهرجان أصبح مضرب مثل في التنظيم في السباقات. الكل كان ودي يشارك في المهرجان، إن شاء الله السنة الجاية إذا عمل المهرجان راح ننافسكم ونتواجد معكم بإذن الله في هذا المهرجان الطيب. ما راح نخليكم الحال، السنة الجاية الكل بيشارك من قطر ومن دول الخليج، لأن المهرجان مميز. بيض الله وجهكم على الترتيب الطيب، ونشكر مؤسسة أصايل مرة ثانية وكل الداعمين. الآن عندنا دروع تكريمية، الدرع الأول للجنة المنظمة لسباقات الإجن برئاسة سعادة الشيخ حمد بن جاسم بن فيصل آل ثاني. درع تكريمي للجنة المنظمة لسباقات الإجن برئاسة سعادة الشيخ حمد بن جاسم بن فيصل آل ثاني، يستلم سعود نيابة عن اللجنة. الدرع التكريمي للجنة المنظمة لسباقات الإجن برئاسة سعادة الشيخ حمد بن جاسم بن فيصل آل ثاني. وكذلك في عندنا مشاركة بسيطة ومداخلة بسيطة من شاعرنا الكبير بخيت بسالم بخزينة، مصورين كاميرا جاهزين. عندنا بيتين من الشاعر بخيت بخزينة، بنشوف ايش عنده بسالم قبل ما يلغي قصيدة حيه. يستاهل التحية، يستاهل التحية بسالم. بكرت من الدب قفت معاوج الصباح، دبرتك المرجح الخف عبيده هبوب، اخلفت راعي الاذاعه وظن بالصياح من حقب الطير قالوا تجيبها قيود. صح الله يسالك يا سالم. ايضا درع تكريمي لسعاده الشيخ سعود بن فهد بن عبد العزيز ال ثاني. تفضل محمد بن جرحب نيابة عن سعادة الشيخ سعود باستلام الدرع التكريم. سعادة الشيخ سعود بن فهد بن عبد العزيز آل ثاني الراعي الرسمي لمهرجان السلامة. نشكر سعادة الشيخ سعود وحيوه بسالة التحية، بيض الله وجهه. كذلك درع تكريمي للشبل الصغير سعادة الشيخ فهد بن سعود بن فهد بن عبد العزيز آل ثاني لدعمه بخمس سيارات لختام هذا المهرجان، مهرجان السلامة. خمس سيارات قدم لهذا المهرجان. نشكر سعادة الشيخ فهد بن سعود وسعادة الشيخ سعود بن فهد، بيض الله وجيهم. كذلك درع تكريمي لموقع الأبرقة بإدارة الدكتور عبد الله بن مطر بضابط الدوسري. تفضل دكتور. درع تكريمي لموقع الأبرقة على جهوده الجبارة حقيقة في هذا المهرجان وفي غير هذا المهرجان. موقع الأبرقة حقيقة شهادتي فيه مجروحة كوني أحد أعضائه، ولكن موقع يعني دائما وأبدا يحاول يغطي كل السباقات في قطر وفي خارج قطر. شكرا دكتور، بيض الله وجهك. كذلك درع تكريمي لعيادة المهل الخدمات البيطرية علي بن راشد الخاطر والدكتور أحمد. يا مرحبا دكتور. يعطيه العافية، يعطيه العافية. كذلك درع تكريمي للسيد سلطان بن وسام الهاجري لدعمه بسيارة. سلطان بن وسام الهاجري يوما ينوب عنه. حد يستلم نيابة عن سلطان بن وسام. إذا زايد بن مطر نيابة عن سلطان بن وسام الهاجري لدعمه بسيارة. كذلك درع تكريمي للسيد سعيد بن عبيد بن رشدان لتكرم بسيارة. عبيد يا مرحبا يا عبيد. فوق فوق فوق.
سعيد بقى يشرفنا على اساس ناخذ معه صوره. حياك سعيد، انت والشبل، انت والشبل الصغير صوره. حياك لازم يا سعيد، يستاهل حيو، يستاهل التحيه. اصغر الداعمين بنقول ما ادري في تنافس ما بينه وما بين درع تكريمي ايضا لمؤسسة الاصايل جابر بن سعود، يستاهلون على تنظيمهم المميز مؤسسة الاصايل، بيض الله وجيهكم. اذكر الاخوة الفائزين بالرموز، اتمنى تواجدهم على اساس ناخذ معهم لقاءات سريعة، والفائزين بالسيارات في موقع الابرقة لا احد يروح يا الربع، ناخذ معكم لقاءات تباعا في الخيمه في البراد، وعقبه خليكم توكلون ان شاء الله. لقاءات تاريخيه، لقاءات هذه للتاريخ، اللي فازوا اليوم 1/9 تاريخ مميز ويوم مميز للفائزين. كذلك الان كذلك درع تكريمي للزميل المعلق مسعود بن سعيد الحريري، يستاهل ابو سعيد ويستاهلون كل الاخوان. كذلك درع تكريمي لزميل احمد بن عزيز البلوي، يستاهل. كذلك شكر خاص للزميل العزيز مطرق بن علي العنزي اللي قدم اليوم الشوط الرئيسي، حضر من المملكة العربية السعودية للمشاركة ودعم لهذا المهرجان، شكرا يا ابو علي بيض الله وجهك. وايضا شكر خاص للمعلق صالح بن محمد قاهرهم ايضا على مشاركته في المهرجان، نقول بيض الله وجهك. والعزب الذهبية إذا في كاسات للعزب الذهبية، في عزب ذهبية نحييها ولها كاسات، العزبة الذهبية أو العزب الذهبية، عزبة محمد بن كرد النخس المري يستاهل له كاس. أحد العزب الذهبية عزبة محمد بكردي بنخس، استلمها عبد العزيز بكردي بنخس، ألف مبروك ويستاهل. أيضا في عزبة ذهبية عزبة الدكتور عبد الله بن مطر ضابط الدوسري، يستاهل. ألف مبروك يا زايد، ألف مبروك يا دكتور. باقي عندنا عزبة ذهبية بعد، أيضا في عزبة ذهبية عزبة حمد بن علي بن جرحم، ألف مبروك يستاهل أبو علي تكريم. إذا بهذا التكريم أيضا حمد بن صالح الجرحم استلم كأس العزبة الذهبية للمبتكر محمد بن علي بن جرحم. إذا بهذا التكريم نصل إلى ختام هذا المهرجان، نقول بيض الله وجيهكم.
الله يرحم والديكم وجعل الناموس دايم ان شاء الله. سعود هل عندك كلمه او المبتكر في حمد تحب تقول؟ والكلمه لحمد بعدين المبتكر. والله تعبير اخواننا باللحظات مثل هذه نشكر سعاده الشيخ سعود بعد الشيخ فهد بن سعود الشيخ جاسم بن سعود الشيخ سعود الشيخ سعود احمد على الحضور وعلى جميع الحضور ونشكر كل الداعمين اللي دعموا واللي دعم ماله واللي دعم المعنويات واللي دعم حضوره ومفاضله مع الاخوان المنظمين. الشكر موصول الى اخونا سعود بن جابر مؤسس الرصايد على ما قدموه لهذه السباق على ما سحلوا الملاك الهجري في الامانه كل الملاك الهجري يشكرون على هذه المبادره الطيبه والشكر الى لجنه المرضى صلاه الله على السجاير الامور المؤسسه والمؤسسه المشكورين. مساكم الله بالخير جميعا، بيض الله وجيهكم جميعا يا جميع اعضاء مهرجان السلام، والله لا يهينكم جميع وجميع الحاضرين بعد كلهم ما نستثني احد، والله لا يهينكم جميع وبيض الله وجيهكم على التعاون وعلى الدعم. ونشكر في المقام الاول سعاده الشيخ سعود بن فهد بن عبد العزيز الراعي الرسمي لمهرجان السلامه، ونشكر الشبل الصغير الله يصلحه ويبارك فيه سعادة الشيخ فهد بن سعود بن فهد على دعمه السخي 5 سيارات، ونشكر جميع الداعمين الأخ سعيد بن عبيد بن رشدان والأخ سلطان بن وسام والأخ ناصر بن وسام على دعمهم الطيب، وبيض الله وجيه جميع الداعمين. وسلام موصول لسعادة السفير محمد بن كردي بن نخس على دعمه المادي والدعم المعنوي، وجميع الداعمين الماديين وجميع الاخوان اللي ساندونا ووقفوا معنا طول فترة الصيف، وهذا ان شاء الله انه يكون بداية ان شاء الله مبشرة بالخير لموسم ان شاء الله حافل بالنواميس وبالانجازات ان شاء الله. ونعلن ان شاء الله ختام المهرجان السلامه الى ان شاء الله الزمان الجاي اذا الله اعطانا وياكم ان شاء الله عمر. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ابو شارب اللي فايزين يا الربع، الفايزين بالرموز يلا خلاص صوره جماعيه يا الربع الفايزين كلهم.